يا العمدة؟ إنها آخر ليلة عمركم. لو سألني أحد من هو الرجل الحقيقي في هذا العالم لأجبت على الفور إنه عمدة هذا الجبل. ما هذه السخافة التي جئت من أجلها؟ ماذا أستطيع أن أفعل في مشكلة من هذا النوع؟ ماذا يريد مني مدير تحقيقات؟ إنه في الحقيقة لا يريد شيئا على الإطلاق. كل ما يريده هو أن يأخذ الروتين مجراه. هل علي أن أقابل حسين علي مقدم الشكوى وأسأله تلك الأسئلة الساذجة؟ ما اسمك؟ ما عمرك؟ ما هي صناعتك؟ ما هي تفاصيل شكواك؟ وعلي بعد ذلك أن أطلب انتداب بعض المفتشين الإداريين لتشكيل لجنة جرد عهدة القرية النموذجية، وعلى هذه اللجنة أن تقرر ما إذا كان هناك اختلاس أم لا. فإذا لم يكتشفوا اختلاس وهذا هو المتوقع، قرروا حفظ الموضوع، وسجلت إدارة التحقيقات انتهاء التحقيقات في إحدى القضايا، وانتهت دوشة الدفاع. وعلى الرغم من بقاء المشكلة الحقيقية كما هي، إنني في الواقع لا أقوم بتحقيق، إنني أقوم بتزوير مشاعر العمدة ومشاكل أهل الجبل، متاعبهم التي يعانون منها وفقرهم الذين يتقاسمونه وأملهم الذين يبحثون عنه في بطن الجبل. إن الحكومة أقامت المشروع وأنفقت وستنفق عليه الأموال الطائلة دون أن تفكر في أمر مهم، دون أن تفكر في عمل يقوم به أهل الجبل بعد نزولهم إلى القرية. تفتكر حمدي هتقدر تعرض الموضوع ده على سيادة المدير؟ ورد فعله هيبقى ايه؟ انت عامل لي فيها مصلح اجتماعي؟ ده مش شغلك يا استاذ. انت قدامك تهمة محددة، في اختلاس ولا مفيش، دي كل مهمتك. مالنا احنا اذا كان في شغل لاهل الجبل ولا مفيش؟ يا فندم انا كتبت كل اسمع يا استاذ، ما اقولك المذكرة دي تنساها خالص وتكتب مذكرة جديدة، وانا عشان مصلحتك هقطع المذكرة دي. على فكرة ممكن كلنا نترفض ويبقى مفيش ادارة تحقيقات من اصله. يا ابني فوق لنفسك، وكيل الوزارة لو قرا المذكرة دي هيقول عليك شيوعي. ايه شيوعي؟ ده اللي هيحصل. ولا انت ناوي تقضي بقية حياتك في السجن؟ لا 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 يا فندم، انا مش عايز اقضي بقية حياتي في السجن. خلاص يا فندم انا هكتب مذكرة تانية، بوعد سعادتك ان المذكرة دي هتبقى خالية من كل الحقائق اللي انا شفتها بعينيا، واللي هتفضل محفورة جوه قلبي طول العمر. مين اللي قال اللي في القلب مسموح له يخرج؟ مين اللي قال ان احنا لازم نشم ريحة الحرية؟ لازم نشم ريحة العفن، ريحة القهر المميت. لا، مفيش قوة في الأرض هتمنعني إن أقول الحقيقة. ناس دي أنا ما شفتش منها أي حاجة وحشة، حتى البنت اللي اعترضت على شكل مباني كان لها حق. ما يغسلش العار ده غير النار يا جباس. عار؟ عار ايه يا ابويا العمده اللي انت تتكلم عنه؟ لو انت فهمت ايه اللي شفته بعيني ده تسميه ايه غير انه غدر؟ فين بس الغدر اللي بتقول عليه ده يا عمده؟ اللي بتعملوه ده، اللي بتداروه عليا وعلى كل رجال الجبل. من 100 راجل يستجرى يكحت في الجبل بدون علمي. مش هي دي شورتك يا عمده؟ وانت اللي قلت ان الواد حسين لازم يتدار عن العينين شوية، انا اللي جبته هنا وقلت بدل الواد ما يقعد وحدي اقعد معاه. الدار عشان نعرف اخرة الافندي ايه وجاي عشان ايه، مش عشان تكحتوا هنا لوحديكم. والله يا عمد احنا يعني قلنا نتسلى بدل القعدة اللي ملهاش عازة دي. ابويا قال يعني يا عمد اليد البطالة نجسة، قلنا يعني نكحت ونتسلوا يمكن تاجي البشارة. تاجي البشارة، ولما تاجي هتبقى لمين؟ أباي هتبقى لمين يعني؟ هتبقى لكل رجالة الجبل طبعا.
صح الكلام ده يا جباس؟ والله يا عمدة يعني هو الكلام ده صح وما هو الصح؟ ذكر الكلام ولا انتهيته؟ ايه الكلام الملفوق ده؟ يعني ايه صح ولا مش صح؟ بصراحة يا عمدة انا ما عجبنيش الكلام اللي انت قلته ده عن حكاية القسمة دي لو لقينا الكنز يعني. ايه اللي ما عجبكش فيه يا جباس؟ ما هو كمان مش معقولة حضرة العمدة اللي كحت وتهدد ترعاته ياخد زي اللي عمره لا شال فاس ولا عتلة. يابا اسكت انت يا حسين، انا هقول للعمدة كل حاجة، انا ما بدريش عنه حاجة ابدا، وانا كنت ناوي اقول لك يا حضرة العمدة بس لما الواد لفندي ده يهملنا ويغور بعيد عننا. صدري قدامك يا حضرة العمدة، لو عايز تطخني طخ يا جوز بنتي، اعمل ما بدالك اخوي. كنت صدقت معايا علي جباس كنت عملتها وطخيتك، لكن ما دام قلت الحقيقه كان يتكلموا بيها. انت عايز تقول اني مش عادل، اني ما بحكمش بين الناس باللي يرضي ربنا، مش كده؟ ولا حد في الجبل كله يقدر يقول كده يا عمدة. شد خشمك يا حسين، تسيب ابوك هو اللي يقول. رد علي يا جباس. والله يا عمدة يعني ينقطع لساني ولا أقولها؟ انت ما قلتهاش بخشمك، انت عايز تقول اني مش عادل، مش كده؟ ده اللي فهمته من كلامك. لا يا جباس انت غلطان، انت مش فاهم العدل زين. العدل مش ان احكم عشاني ولا عشانك ولا علشان مريم، العدل ان احكم عشان الخلق كلها. أنا ما بقولش حق الناس يا عمدة، بس اللي يشتغل ياخد على كد تعب ومش أقل. الكل بيشتغل ويتعب يا علي جباس، النسوان اللي بتعجن وتخبز عشان يعملوا لنا الوكل، البنت اللي بيطرزوا الجلاليب ويروحوا يبوها للسواح ويجيبوا لنا فلوسها، اللي بيزرع ويقلع، مش ضروري الراجل يمسك فاس ويكحت عشان يبقى تعبان. في ناس ورا ظهرنا بيحمونا من غدر المهندس واللي زيه، الكل بيتعب ولازم ياخد حق تعبه. اقول لك الحق يا ابوي، كلام العمدة زين وما يتعيبش واصل. طهر قلبك يا جباس، حب الخير للكل عشان الخير يجي لحد عندك. قلت ايه؟ كلامك مش على الرقاب يا عمدة. اكحت يا حسين، اكحت يا ولدي، اكحت عشان الخلق كلها مش عشان ابوك وحده.